استاذ وليد. الو يا استاذ وليد ازيك؟ مساء النور، ازيك؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله. اهلا يا وليد. ازيك يا وليد؟ انا عدل القيعة حبيبي. اهلا وسهلا وليد. خبر منشور في الصفحة اللي انت عليها اسمك في اشرافك عليها، وسمعت يمكن معانا الاستاذ محمد عبد الوهاب في تعليقه على عدم مسؤوليته عامه فيها تماما، ايه رايك؟ طيب ماشي، اتفضل. لا طب اتفضل اقول ايه؟ يعني لم يذكر اسم عضو مجلس الاداره، هو بينفي علاقته بالموضوع جمله وتفصيله او درايته بيه. الموضوع مش محمد عبد الوهاب. لا، الخبر مكتوب ان محمد عبد الوهاب هو اللي قدم مستندات وقدم مذكره. لا بص، الموضوع مش محمد عبد الوهاب. لا، محمد عبد الوهاب هو الموضوع الاساسي بتاع الموضوع. خبر محمد عبد الوهاب يعني في الموضوع هو يعني مش الاساس. هي الاساس الواقع. لا، الواقع انه اللي فجرها حسب ما قالت الجمهوريه او قال الخبر محمد عبد الوهاب عضو مجلس يعني الاداره يعني السابق. يعني يا استاذ وليد، مستندات تدين يا استاذ وليد. الخبر مكتوب ان الحاج محمد المهندس محمد عبد الوهاب لديه مستندات قدمها لرئيس النادي الاهلي، اذا هو مصدر الخبر. يعني هو المنزل. لا، واحده بس عشان نبقى ايه، فتبقى المسائل واضحه قدام الناس. اتفضل. مش محمد عبد الوهاب هو مصدر الخبر بالنسبه لي. لا، مش مصدر الخبر بالنسبة لك. بالنسبه لك، لكن صانع الواقعه. يعني الخبر بيقول انه بطل الواقعه محمد عبد الوهاب هو اللي قدم مذكره وقدم مستندات للكابتن حسن حمدي. طيب ده النص اللي ذكر، واخد بالك؟ بغض النظر، انا فاهم ان انت عايز تقول ما هواش المصدر الصحفي. لا، هل ايه، انت متخيل انك لما تجيب محمد عبد الوهاب تقول له حصل، اقول لك حصل؟ هو بيقول ما حصلش. وهو طبعا لازم يقول ما حصلش. طيب يبقى انت هو ده اساس الموضوع بالنسبه لي برضه. الاساس الواقع. طيب الواقع مين عضو مجلس الاداره؟ لانه لم يذكر اسم العضو، فبالتالي اصبح مجلس الاداره بكل كينونته متهم في هذه القضيه. ده مش انت بتقلي الاستاذ ابراهيم منيسي برضه؟ ايوه انا معاك يا وليد، مش كده؟ اتفضل. يعني انت قاصد السؤال لو مين عضو مجلس الاداره؟ يعني هو الخبر لم يذكر اسم عضو مجلس الاداره، لكنه ذكر محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب اللي ورد اسمه نفى علاقته بالموضوع. طيب. في حد اسمه حاجه عيد في قطاع الناشئين؟ حاجه عيد في عبد الله عيد؟ لا، ده راجل كبير. لا لا لا، في واحد اداري كان متطوع. أيوه. وشاب عنده كما فهمنا خبره في اللوائح والحاجات دي، وكان موجود لفتره، وهو راجل مش محترف اصلا يعني. يعني ما مشيش من النادي؟ لا، ممكن يكون لا مشي من النادي، مش ما كانش في صلب الجهاز. المهم، طب مشي في ايه علاقته بقى؟ طب كويس كويس، ابتديت انت تحكي. هو بطل الواقعة دي؟ لا، هو مش بطل الواقعة، هو واحد من المساهمين فيها. طب واحدة واحدة بقى، يعني عيد علاقته ايه بالواقعة؟ هو سهل يعني له علاقة ما بالواقعة دي، وكان مساهم فيها. يعني هو اللي جاب العرض مثلا؟ لا، ما عنديش معلومه قوي مين اللي جاب العرض برضه، عشان يعني ايه ما اقولش كلام. طب احكي لنا المعلومه اللي عندك كده، وضحها لنا يا استاذ وليد. انا اللي عندي كتبته على فكره. ما هو اللي مكتوب احنا بنناقشك فيها يا استاذ وليد. لا، انا يعني مش كاتب معلومات ناقصه بالنسبه لي وعين حاجات. انا اللي عندي كتبته. انا فاهم يا استاذ، بس انت ابتديت تقول اسماء اهو، بس مش محدد دور كل واحد. ده الاسم الوحيد اللي انا هقوله. طيب ماشي، عندك اسم تاني وهتحتفظ بيه دلوقتي. لحين. وبالمناسبة اقول لك على معلومة تانية بقى. اتفضل. المستندات مع مسؤولين تانيين في النادي. مع مين؟ مع مسؤولين تانيين في النادي. طب ما تخلينا نبص للقضية نفسها يا استاذ وليد. احمد حسن كوكا ما كانش متعاقد مع النادي الاهلي. فبالتالي سفره للخارج ما كانش محتاج مستندات. يعني مش محتاج حد يسهل خروجه. اي لاعب غير متعاقد، اي لاعب. لا 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 لا، ابراهيم استاذ ابراهيم اتفضل. سامعني؟ انا سامعك، اتفضل يا وليد. انا المعلومات اللي عندي بقولها لك. اكتر من اللي في الخبر مفيش. مفيش عندي حاجه تاني. وانا انا يعني بتالي. طب ممكن اسالك سؤال اخير، يعني اذا كنت انت يعني واضح ان انت عايز يعني تتحفظ او محدد او فيما كتبته. لا، ما هو بص، يعني انا حرصا برضو اي خبر يعني عن
نسبة في وارد جدا ان يبقى عنده نسبة بسيطة جدا تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. طبعا. فانا عشان كده احتفظت بالاسم اللي عندي بتاع دمك سدارة وما رضيتش اقوله. طيب اسمح لي يا ابراهيم بس انت قلت كلمة مهمة جدا، قلت ان هناك مستندات موجودة مع مسؤولين داخل النادي. اذا انت لديك صورة من هذه المستندات. تفتكر؟ معرفش. كنت نشرتها على طول. الله. طب امال يعني اللي بلغك الخبر قال لك في لك معلومات على طب تسمح لي بس المسؤول المسؤولين الاخرين اللي عندهم يعني مستندات تخص الخبر استاذ وليد انا اعلم هم اللي قالوا لي الخبر. جميل 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 جميل. مش هم اللي عندهم المستندات مش هم ناقلي الخبر. لا. لكن اللي قال لك الخبر اكد لك ان في مستندات عند المسؤولين. هي كده احنا كده يعني الامر كده بقى كما ذكرناه ان جاءك احد ما داخل النادي الاهلي ذكر لك الواقعه وذكر لك اسم الشخص اللي كان في جهاز الناشئين وعلاقته بعضو مجلس اداره وقيل لك ان هناك مستندات فانت كتبت بناء على ما قيل لك. لا اللي قال لي ده يعني حد موثوق بين تنوينتين كده تقول عليه مصدر موثوق فيه. والله لو مصدر موثوق فيه كان عمل اللي انت اللي عمله الحاج محمد ونسب اليك الراح للمسؤولين ما راحش للاعلام يا استاذ وليد. والله يعني لو راح اللي يروح للاعلام ده ويبقى بيعمل في النادي الاهلي ده اللي يمكن يكون موثوق فيه. لا بالنسبه لي موثوق فيه. بالنسبه لك يعني وده محل حاجه يا استاذ وليد يعني محل ثقتك انت يعني. لا محل ثقه النادي الاهلي كمان يا خبر ثقة النادي الاهلي ما هو برضه مش يعني صعب اختزالها كده. لكن خلينا اقول لك على حاجه اخيره يا استاذ وليد. اتفضل. انت ليك مطلق الحريه في ان تذكر اسم عضو مجلس الاداره المتهم من وجهه نظرك او لا تذكره. هل هو بس يعني من حقه حتى يدافع عن نفسه لان كده كل اعضاء مجلس الاداره انت حاططهم في موقف. انت لاحظ كان الخبر صحيح يعني القضيه تتعلق. انت طبعا قلت حاجه مهمه يا استاذ وليد قلت قد يحتمل بعض المساحه طبعاً. من اي على فكره اي حاجه في الدنيا تحتمل نسبه الخطا وده كلام عاقل جدا اللي انت قلته كلام ربنا بس. طبعا لكن اليس من العدل وانت والاعلام ايضا ان تذكر الاسماء عشان تدي كل واحد فرصه انه يعني تبرأ تسعة وتتهم واحد. واخد بالك يا باشمهندس. انت طلبت مني اليس من العدل. طلبت ايه؟ قلت لي اليس من العدل. اليس من العدل. طب اليس من الحريه والعداله؟ لا 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 انت كده قلبت سلفي خالص. بص يا وليد هو هو يعني هو مش بعيد ان انت اسم عضو مجلس اداره موجود قريب. لا عايز اقول لك على حاجه يعني طبعا. يعني انت ليك كل الحق في ان انت تحتفظ رغم طبعا. راي المهني ان ما دام ذكرت قضيه سمسره وعموله ورشوه وفساد بس ده كلام كبير قوي يعني القضيه خطيره وانت بتقول مستندات ومش تحت ايدك مستندات والا كان لازم انها تنشرها طبعا. فاما وانك ذكرت الواقعه والاسم والنادي واحتفظت بعضو مجلس الاداره انت دلوقتي على الهوا ليك الحق في ان انت تقول اسم العضو عشان تتهم واحد وتبرأ تسعه او تحتفظ بيه لنفسك. لا اخيرا انا اسيب بقى العشرة كده تسيب العشرة متهمين. شكرا جزيلا. انت كنت تعملها؟ لا انا لو يعني لما تعرض للنشر في قضيه تخص الفساد والسمعه والرشوه انا بسال ابراهيم منيس الصحفي ماليش علاقه بقناه الاهلي دلوقتي. لا لا انا لو في مكانك هنشر لما يكون تحت ايدي مستند على الاقل لان القضيه تتعلق بفساد وزمم وسمعه. لكن اما وانه النشر بدون اسم اديت لك الحق في ان انت تذكر الاسم حتى تتهم واحد على اي حال وتبرئ تسعه او ليك مطلق الحريه فانت تحتفظ بيه على اي حال. احنا جبنا الحاج محمد وجبنا الاستاذ وليد واعتقد اذا كان هناك في النادي لا من محمد عبد الوهاب لا زال على التليفون ويرغب في التوضيح. يا ريت يعلق لنا على اللي سمعه. الو اتفضل يا استاذ محمد. الو استاذ ابراهيم تابعت انت كلام وليد؟ انا سمعت بس انا برضو الاخ وليد ما قالش مبرر ذكري انا في الموضوع ايه يعني انا موضوع يعني طبعا قال لك ما هوش المصدر قال له مصدر ومصدر ثقه وبتاع يعني اذا كان الخبر لا بس هو قال كلمه برضه اصل وليد ده يعني من الصحفيين قال كلمه قال لك يعني انت عايز الحاج محمد يقول لي ايه ما لازم هيقول لك لا
أيوة. لا ازاي انا يعني عايز اقول لي وليد يقول لي مثلا هل الكلام دوت المصدر اللي جاله مصدر الثقه اللي جاله من النادي الاهلي مين؟ هو مصدر موثوق من وجهه نظره او بالنسبه له. يعني هو نفى ان انا ان هو جه قال لك انا مش هقول لك لا ونفى ان انا نكون قابلته او اتكلمت معاه او ايا كان قال لك لا جاله مصدر من النادي الاهلي. هو ما نفاش, هو سابها كده بشقاوه قال لك مش هو الخبر ومش هو المصدر, ولكن عايز يقول لك ايه يعني ما يعني لا يعني يعني هو عايز يقول ايه بقى يا حاج محمد؟ أيوة اللي فهمته أيوة من أيوة كلامه انك انت الخبر صحيح وان انت رحت قلت للكابتن حسن والواقعة صحيحة, بس مش انت اللي بلغتها الوليد. ده المفهوم من كلامه. بس انا يعني انا كابتن حسن ليا برضو يعني ليا ليميت في الكلام معاه, وحتة الكورة دي انا مش بتاعتي. انت اكتر واحد تعرف يا باشمهندس عاد ان ده في مجلس ادارة وفي لجنة كورة, ولجنة كورة هي منوطة بالاعمال الكورة كلها. الشغل عضو مجلس ادارة, راجل قعدت 9 سنين في مجلس ادارة, مفيش حد فينا بيتكلم في الكورة ولا حد عمره كان اتوسط في كورة. ما ينفعش يعني انت معاك انت مش مهندس عدلي. لا انا هنا انا عارف. انا عمري قعدت مع حضرتك ولا عرفت في لعيب ياخد كام ولا ما ياخدش كام, دي مش شغلتنا. ده تخصص حضرتك وشغلك, ولا لعيب راح ولا لعيب جه, ده شغلك وشغل عمل اداري. لكن انا عضو مجلس اداره ان هو يخش في الحته دي انا مش مصدقها ولا مش مقتنع بيها تماما يعني. اذا يعني اذا كنت مش مصدقها مش مقتنع بيها فانت لا يمكن تكون ناقل الخبر. لا ولا عمر الحمد لله خلاص, ما دي واضحه اهي يعني انا بس انا اذا كان هناك خبر, لان الاستاذ وليد برضو بشيء من المهنيه العاليه قوي قال كل خبر يحتمل قدر من عدم الصواب. هو بس انا ليا راي في جزئيه احتمال الصواب والخطا في اخبار تتعلق بالزمن والسمعه. انا ما اشوفها ما تنفعش اشوفها يعني المسائل لازم تبقى محدده جدا مهنيا اللي صح. شكرا جزيلا للاستاذ محمد ابو هاب. نشكرك يا محمد. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. استاذ ابراهيم ما ينفعش يعني ان الامور كده يتقفل الملف ده بحوار او لازم يطلع حاجه من النادي الاهلي بقى تناقش هذا الامر لوضع النقاط على الحروف, لان طبعا ده كلام قد يصدقه البعض او مش قد, غالبا هيصدقه. طيب هو البعض. هو انا عايز بس استوقفني نقطتين. النقطه الاولانيه, هل هروب لاعب غير متعاقد او بلاش هروبه, سفره بدون اذن يعني يمكن اقامه دليل او مستند عليه؟ لا هي كده, انا عايز اناقش النقطه دي يا سيدي. ايوه بس مين اللي جاب له العرض؟ مين اللي قال له؟ مين اللي تحاور معاه؟ مين اللي تفاوض مع النادي البرتغالي؟ هو ما حدش يقدر يمنعه من السفر. اللي غير متعاقد هذا حقه. بالزبط. هو ما هربش. هو مارس حقه بدون أن يخطر النادي. بالزبط. دون أن يخطر النادي. هو دي الجزء الايه اللي من الناحيه الاخلاقيه كان لا ينبغي ان يكون لا في وسط الموسم ولا بالطريقه دي. لكن احترافيا هو مش هو مش الموضوع مش كده ابراهيم. هو الموضوع دلوقتي مش ان محتاج ومش محتاج. طبعا مين اللي جاب له العرض؟ مين اللي وصله بالسمسار؟ ايه هل حقيقه اتدفعت اموال ولا لا؟ لان هو لعيب رايح ببلاش هتدفع فيه اموال ليه؟ هنا نقطه برضو لازم نسال فيها. ده لعيب هاوي انتقل مجانا هيدفع فيه اموال ليه؟ واحنا لما جينا ندرس الواقعه دي هضيف لك في هذا الموضوع. انا طبعا من صميم مسؤوليتي ان انا احاول اجيب تعويض للنادي الاهلي عن هروب اي لاعب. يعني احنا واخدين حوالي 300,000 يورو اتحكم لنا حكم نهائي في احمد مجدي. شوف بقى لي كام سنه, لما 4 سنين بيشتغل فيها. جالنا جواب الاسبوع الماضي باحقيتنا وخلاص هم هيدفعوا. فانا على هذا الخط والمنوال بدانا نتحرى وجمعنا كل المعلومات اللازمه عشان نرفع قضيه امام فيفا او نرفع شكوى. فاكتشفنا ان اللاعب مقيد هاوي في عشان ما تقدرش تاخد منهم تعويض. لكن الى حين هو هيجي لحظه هيمضوا معاه, يعني هو برضه يقدر يسيبهم ويرجع في اي وقت او يروح اي حته تانية. بالظبط. لكن الفكره كلها, طب انا خدت لعيب هاوي وايدته عندي هاوي, هدفع فلوس؟ واذا دفع فلوس النادي بتاعه المقيد للاعب هاوي دفعها منين؟ هل دفعها من جيب شخص ولا دفعها من جيب السمسار ولا من النادي؟ مستحيل الا اذا كان اللاعب محترف. هيبرر الاموال اللي اتصرفت ازاي؟ فالقصه كلها على بعضها كده لا, دي فيها علامات استفهام كتير جدا اميل الى عدم يعني